السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا عاملين ايه. معاكم ندى احمد من قناة ويلا ندى الايطالي اونلاين. واخيرا اخر فيديو من فيديوهات الوحدة 11 من كتاب نوفو بروجيتو ايطاليانو اونو، واللي بيها هنكون خلصنا الكتاب، بس مش هنكون خلصنا البلاي ليست لان فاضل، او يعني فاضل لكم في ذمتي فيديو عن التست فينالي في الكوادرن ده اللي اكزرشيتسي هحله معاكم، بس قبليها هنزل لكم سكرين شوت للتست نفسه تحلوه مع نفسكم الاول، وكمان فيديو عن التدريبات او اكزرشيتسي للكونديتيوناري بنوعيه، وفيديو كمان للايه الامبراتيف عشان ما حلناش عليه. تمام، وهتلاقونا دخلنا على طول يعني يومين كده او اول الشهر هتلاقونا بدأنا على طول بروجيتو ايطاليانو دوي. اوكي، فالنهارده فاضل لنا اخر 3 صفحات في الانيكا. اتكلمنا في الجراماتيكا فيها عن الكونديسيوناله سيا سمبليتشي سيا كومبوستو، و التيماتيكا بتاعت الانيتا بعنوان لا موزيكا ايطاليانا او اون كونشيرتو حفل موسيقي. فالثلاث صفحات دول اللي هم الجزء بتاع الليستيكو هنتعلم شويه حاجات كده برضو عن الموزيكا الايطاليانا، شويه كلمات جديده، فان شاء الله يكون فيديو قصير لطيف ظريف. فيلا نبداكم ان شاء الله. Lavorate in coppia, completate le frasi con le parole date. Andiamo nelle carimette, zai festival, zai testi, suona, autore, tornei, ue, cantante. Andiamo nelle carimette di fe, sei frasi lui. 1. Tiziana Ferro è un casa italiano famoso anche all'estero. Io a Tiziano Ferro mi kun cantante muganni itoli, moshur anche all'estero e anche in borra Italia. Quest'anno Andrea Pocelli farà una casa mondiale, o punti mondiali. Mondiale, طبعا من الصفة من كلمة mondo, اللي هو العالم، فهنا عالمي، فهيعمل tournée mondiale, يعني هيعمل جولة عالمية، اللي هي tour خاصة بالحفلات الغنائية بتاعته، هيلف العالم يغني. 3. Eros Ramazzotti compone anche i, compone اللي هو comporre اللي هو يلحن anche i testi, نصوص delle sue canzoni, نصوص أغاني. Nei suoi concerti Riccardo Cocciante casa casa او punti punti il pianoforte, طبعا اللي هو il piano, فسuona بيعزف الـ على البيانو. Con valore scusi, volare, Domenico Modugno, al fekra volare di طلعت يعتبر اشهر اغنيه ايطاليه. Ha vinto il, طبعا ده من vincere, كسب الايه الفستيفال دي سان ريمو. قلنا الفستيفال ده مشهور جدا وبياخد يعني خاص بالجوائز بتاعت الاغاني يعني. سنة ايه 1958. طيب لوتشو دالا ده اسمه اصلا ايه لا بقى اصلا اوتوري ديلا بلليسيما كانسوني اي كاروزو الاغاني انتربريتاتا anche dal grande Luciano Pavarotti. اوكي عندنا هنا اسكولتو هنأجله برضو لاخر الفيديو، وعندنا الجزء بتاع بارليامو و سكريبيامو. بارليامو quali generi musicali ti piacciono، ايه النوع من الموسيقى اللي بيعجبك. Quali sono i tuoi cantanti preferiti? Waha, fate una piccola indagine per individuare le preferenze musicali dell'intera classe. Indagine زي اللي هو تحقيق صغير يعني اللي هو individuare ان انت تفصل او تفرد التفضيلات الموسيقية بتاعت الفصل الكامل، فاسأل كل واحد بيحب ايه يعني، وابدأ اجمع اللي بيحبوا كل نوع مع بعض يعني. Quando e in quali occasioni ascolti musica? Emta o fi ai halet bitisma musica? Che importanza ha per te la musica? E ahamete musica fi hayatak? Racconta di un concerto che... Khalibakko racconta di... Ehti an concerto biamil e hai ascoltato dal vivo o in tv, dal vivo il huwa live o fi televisione. Chi erano gli artisti, min kanu il mughannin o il fannanin, dove si è tenuto, kaifa et amal. Tenere un concerto, il huwa yaqid hafl musiqi. Bardo tenere un riunione, yaqid mu'tamar o ijtimaa. Ti è piaciuto, agabak, walla o perché? Quando è diffusa la musica italiana nel tuo paese, quali sono gli artisti più noti? Tu conosci canzoni italiane moderne o del passato?
يعني كل حاجة بسيطة جاوب عليها كده اورالمنت. سيتواتيون عندنا هنا موقف او زي بيخليك تتخيل محادثة. A e B vogliono fare un regalo ad un amico comune che ama molto la cultura italiana in genere. A propone di regalargli uno tra i numeri 1, 2 e 3, mentre B uno tra i numeri 4, 5 e 6. Immaginate il dialogo dove ognuno spiega le sue preferenze e concludete scegliendo il regalo. عندنا هنا شخصين، واحد A وواحد B. الاثنين عايزين يهدوا صديقهم هدية. صديقهم ده بيحب الثقافة الإيطالية في العموم. عايز يهديه واحد أو اثنين أو ثلاثة. إيه بقى هما؟ una collezione di musica italiana degli anni 60، collection من الأغاني أو الموسيقى الإيطالية بتاعة الستينات، أو un CD di un cantante italiano moderno، CD كامل لمغني إيطالي مودرن اللي هو يعني معاصر مثلا. un biglietto per un concerto di musica classica، تيكت لحفلة موسيقية كلاسيك يعني. B بقى عايز حاجة من التلاتة دول، أربعة أو خمسة أو ستة. un biglietto per un concerto di musica rock، ده كان عايز كلاسيك، ده عايز روك. una raccolta di canzoni napoletane، هنا كان عايز يبعت له يعني هنا قال، بصوا احنا التلات صفحات دول عايزين نطلع بيهم في الكلمات، فنلاحظ بقى هنا قال راكولتا وهنا قال كوليتسيوني، الاثنين بنفس الحاجة تقريبا، مجموعة أغاني من نابولي، ودي صفة الصفة نابوليتانو من نابولي، وهنا ايه طبعا جماعة عشان كانسوني. un libro sulla storia del festival di Sanremo، يعني كتاب بيجمع قصص الايه، يعني الاحداث اللي حصلت في الفيستيفال ده على مدار السنين بس. وانتوا كل يعني كل واحد هيتبنى واحد من الاثنين، وهيدافع عن الحاجة او نوع الهدية اللي هو عايز يجيبها وليه. scrivi un email، يعني في راكوماندو ان انتوا تكتبوا الجزء ده، اكتبوه في كومنت وصححوا. a un'amica italiana per raccontare il concerto di un cantante o di un gruppo che piace tanto anche a lei e al quale hai assistito la sera precedente. فاتكلم عن او كلمي مع صاحبتك الايطاليه عن يعني حفله موسيقيه حضرتيها وهي كمان بتحبها، فيعني خليكم ايه اكسايتد مع بعض. لا موسيقى ايطاليانا مودرنا، هنتكلم عن الموسيقى الحديثه. طبعا الكتاب ده اصلا قديم، او الفيرجن دي من الكتاب قديمه، فيعني هو طبعا مودرنا بالنسبه له اكيد انقرضت دلوقتي. La musica lirica di Verdi, Rossini e Puccini è nata in Italia e la canzone napoletana come O Sole Mio è famosa in tutto il mondo. Gli italiani amano molto ascoltare la musica ma anche cantare. Oggi la musica leggera italiana piace sempre di più a livello internazionale e fa parte della cultura del bel paese. بل بايز ده اللي هو ايطاليا، يعني دي من الكلمات اللي بيشيروا بيها لايطاليا، البلد الجميل ايطاليا، تمام. عشان كده حتى اول حرف عاملينه مايوسكولا، عشان معتبرينها بتساوي ايطاليا، فاللي هو دوله يعني، فلازم اول حرف مايوسكولا. طيب يعني هنا مفيش حاجه جديده، يعتبر موزيكا ليريكا. بص هو الليريكا اللي هي زي الليركس يعني، ف الموسيقى يعني الاغاني، يعني موسيقى مصحوبة بالكلمات اللي هي الأغاني، كانسوني يعني، زي بتاعة فيردي وروسيني وبوتشيني. مالها بقى؟ إيه ناتا إن إيطاليا، اتولدت في إيطاليا، و مش عارفة هو يقصد إن النوع ده من الأغاني اتولد في إيطاليا بس أصلا يعني، ولا إيه مش فاهمة. إيه لا كانسوني نابوليتانا، والأغنية يعني الأغاني الخاصة بنابولي، زي الحاجة اسمها أو سولي ميو يا شمسي، إيه فاموزا إن توتو الموندو، مشهورة في كل العالم. يبقى الكانسوني نابوليتانا مشهوره في كل العالم، الموسيقى ليريكا اتولدت في ايطاليا. الايطالياني بيحبوا جدا اسكولتاري لا موسيقى ما انكي كانتاري، يعني مش بس بتسمع الموسيقى، لا بيقعدوا يدندنوا كده، او كانتاري يغني في العموم. النهارده الموسيقى ليجيرا ايطاليانا، ليجيرا اللي هي الخفيفه، مالها بياتشي سيمبري دي بيو، بتعجب دايما اكتر، يعني الناس بتحبها كل مدى اكتر. اليفيلو انترناسيونالي على صعيد عالمي او دولي، ايه فا بارتي دي اللي هو يكون جزء من كولتورا ديل بيل بايز، يعني الاغاني بتمثل شكل كبير من ثقافة ايطاليا.
I cantautori, artisti che, oltre a cantare, sono gli autori della musica e del testo delle loro canzoni, costituiscono una particolarità della musica italiana. I loro versi, di solito vere poesie, parlano di amore, ma anche della società moderna e dei suoi problemi. Sono tristi o allegri, ottimisti o pessimisti, ma raramente banali. Cantautori, e cantautore, che mi dice che men cantante o men autore, ma non è ma barba è cantautore. No, a me nel fannanin è lì, bell'idoffa il rene, di cui non hum che men muellifin, il musico, un'nusus. Yani, hum bi allifu l'lahn, u bi allifu kalimat il bihottof l'lahn, u hum li bi rannuha. Yani, hum rannin rognin shake break kib. Da che l'asmu cantautore. Delle loro canzoni, aganihum, costituiscono una particolarità, particolarità اللي هو زي ميزة كده أو بيتقال عليها إيه حاجة مخصوصة يعني della musica italiana, يعني بيكونوا علامة مميزة في الموسيقى الإيطالية. I loro versi اللي هي يعني إيه زي كلمات الأغاني كده أو فاهمين الأبيات اللي بيقولها لنا دي سوليتو فيري بويزية اللي بتكون يعني إيه شعر بقى جامد مش كلام كده عبيط. Parlano d'amore, بيتكلموا عن الحب, ma anche della società moderna, وكمان عن المجتمع الحديث. Società بتيجي بمعنى مجتمع وبتيجي بمعنى شركة, بس بمعنى شركة أقل شوية, لأن بيقولوا impresa أو azienda للشركة يعني, فالسوشيتا مجتمع, وطبعا في السياق ده مجتمع. إيه دي سواي بروبليمي ومشاكله. إحنا مش بس بنتكلم عن الحب, إحنا بنتكلم كمان عن المجتمع الحديث وعن مشاكله. Sono artisti tristi o allegri, يعني بيكونوا حزينين أو مبتهجين, يعني أغاني نكد تمن عاشور كده, ولا allegri بقى مبتهجات وحاجات كده. Ottimisti o pessimisti, ottimisti اللي هي طبعا متفائلة, pessimisti متشائمة. المهم إن هي ما raramente banali, لكن نادرا ما تكون banali. banale يعني تافه, يعني بتتكلم عن حاجات كتير, ممكن تكون حاجات عكس بعض كمان, لكن كل قليلة من الأغاني اللي ممكن إن هي تكون إيه تافهة, وده تواضع يعني. قالك راراميتي معلش ماي مثلا. يلا نتعرف بقى على كل واحد فيهم. عندنا أول واحد اسمه فاسكو روسي, ماله إيه أماتيستيمو من أماتوري, فاهم اللي هو حبيب حرفيا. أماتيستيمو سوبرا توتو داي جوفاني, بس مش حبيب بقى, محبوب يعني محبوب الشباب. إيل بروفوكاتوريو اي دولتشي فاسكو روسي, ماله ايه بروتاغونيستا della musica rock italiana. فاسكو اي considerato una leggenda, oltre ai milioni di dischi venduti e i suoi concerti hanno spesso avuto più di 100.000 spettatori. Alcuni suoi successi sono Vita spericolata, spericolata, Alpichiara, Alpacchiare, di vivere o senza parole, eccetera. يبقى المحبوب والبروفوكاتوري اللي هو ايه ايه بقى ال ال يعني مش عارفة اقولها لكم ازاي. هي مش المثير, هي ترجمتها الحرفية المثير. المثير بقى ايه اللي هو فاهم ايقونة يعني, اللي هو لما بيطلع بيعمل بقى فاهمين يغيب يغيب ويغيب ويغيب ويغيب. المهم ان واحد مهم يعني اماتيستيمو ان هو محبوب من الشباب, وعمل دولتشي يعني هو لطيف لذيذ فاهمين عسل كده يعني. فاسكو روسي ماله بقى, بيكون بطل الموسيقى الروك, يبقى محبوب بقى من الشباب كل ده ليه؟ عشان هو بيغني روك, روك ايطالي. فاسكو ماله ايه كونسيدوراتو, يعتبر اونا ليجندا, ليجندا اللي هي اسطورة. اولتري اي مليوني دي ديسكي فينتوتي, طبعا ديسكي اللي هي زي سي دي يعني, فندوتي مباعة, بالإضافة إلى الملايين من النسخ المباعة من أغانيه. إيه سواي كونشيرتي, الحفلات الموسيقية بتاعته, مالهم بقى أنه أفوتو يعني كان عندهم واسبتاتوري اللي هو مشاهد, ف يعني كان في أكتر من 100,000 مشاهد للعروض بتاعته أو للحفلات الموسيقية بتاعته. وقال كوني سواي سوتشيسي من بعض نجاحاته, وقام قايل بقى إيه أسامي الأغاني دي. Eros Ramazzotti, اللي اتكلمنا عنه في Unità 2, diventato famoso in Italia dopo aver vinto il Festival di Sanremo con Adesso Tu, canta soprattutto l'amore, con canzoni come Se
bastasse una canzone, cose della vita è più bella cosa. Eros Ramazzotti ha conquistato le classifiche di tutto il mondo, con molti milioni di dischi venduti, guardo, e importanti collaborazioni internazionali. يعني ممكن نلخص كل ده ان هو زي اللي فات، يعني ان هو اصبح مشهور. انا بس عايزاكم تبصوا على طريقة الكتابة عشان اللي يجي يسألني يقول لي اكتب مقال حلو ازاي، ازاي احسن كتابتي بالايطالي، ازاي اتكلم ايطالي كويس. شوفوا هما كاتبين ازاي واكتبوا زيهم. بصوا هما هو هنا بدأ بالبارتيتشيبي اصلا، يعني فاهمين. Diventato famoso in Italia dopo aver vinto il Festival di Sanremo con Adesso Tu, canta soprattutto l'amore. يعني هو أصبح بقى مشهور بعد ما أغنيته فازت بالفيستيفال دي سان ريمو، اللي هي اسمها إيه؟ اسمها أديسو تو. كانتا سوبراتوتو لامور، يعني بيغني سوبراتوتو اللي هو أهم حاجة للحب. كون كانسوني كومي، ومع بواسطة بقى أو بأغاني زي بلا 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 بلا، عمل إيه بقى؟ إيروس رامازوتي أ كونكويستاتو. كونكويستاتو هنا بقى بمعنى احتل. كونكويستاتو لي كلاسيفيكي دي توتو الموندو، اللي هو احتل. عارف لما يكون مثلا في احصائيات او احنا مرتبين، مثلا كان في قناة كده بترتب المغنيين كل فترة، فاهم؟ فهو احتل كل التصنيفات العالية في حول العالم، يعني هو كان بي بريك ذا ريكورد على طول. كان مالتي مليوني دي ديسكي فندوتي، برضو هو بيبيع سيريز كتير. و امبورتانتي كولابوراتيوني، كولابوراتيوني اللي هو تعاون دولي، فكان يعني مثلا بيعمل دويتو مع حد مشهور تاني من بايزي تانية يعني. فهو المهم هو مشهور جدا خلاص يعني. سكرو، معرفش مين اللي مسمي نفسه سكر، ده اسمه سكرو. مولتو ابريتساتو، انا حاسه ان ارسم صوتي ده وش عط عليه كده، يمكن من اونيتا دوي بقى مش عارفه. Molto apprezzato e riconosciuto a livello mondiale con molte importanti collaborazioni e zucchero. Adelmo Fronacciari, da esmo. Adelmo Fronacciari, questo è il nickname di Teo Zucchero. Dalla voce particolare è influenzato dalla musica blues, perché non conosco i musicali, senza una donna, niente da perdere, donne, eccetera, eccetera. Ma sì, le donne fanno. Molto apprezzato, مقدر جدا وريكونوشوتو، معروف جدا على صعيد عالمي. كون مولتي امبورتانت، يعني برضو عمل تعاملات مع ناس من بره ايطاليا، اللي هو مين؟ سكرو. فبدل بقى ما يجيب لك من الاول كده بطريقه ممله سكرو ايه مولتو ابريتساتو، لا فاهمين اللي هو كنوع من السسبنس. السسبنس احنا هنقدم كل المعلومات لحد ما تبقى انت عايز تعرف بقى مين بقى اللي مقدر قوي كده، ومين اللي عمل كل ده. ففي الاخر بقى يقول لك سكرو، فاهم؟ فده اسلوب في الكتابه، خلي بالكم منه. وده اسمه الحقيقي، ده لا فوتشا بارتيكولاري، يعني من صوته العذب او المميز. ايه انفلونساتو دالا موزيكا بلوز، يعني اللي هو اللي هو الهمه او متاثر بالموزيكا اللي اسمها بلوز. عمل بقى شويه الاغاني دي. جوفانوتي، جوفانوتي ده يحسسك ان هو من الميديو ويفو، يعني من اسمه اللبس اللي هو لابسه ده. لورينسو كمان، لورينسو كيروبيني ha cominciato come DJ per diventare poi cantautore di grande successo. Nei suoi ultimi dischi sono evidenti le influenze della musica etnica, oltre a quella rap. Alcune sue canzoni note sono Penso Positivo, L'Un Pelico del Mondo, We Serenata, Rap, We Con... non مي annoio، انا مي annoio، انا دلوقتي مي annoio. الشخص بقى اللي اسمه جوفانوتي، او اللي هو اسمه لورينسو ايه كيروبيني، ومسمي نفسه جوفانوتي معرفش ليه، بدا حياته كدي جي، او كان بيشتغل دي جي. per diventare poi، بصوا بس دي حلو، per diventare poi، ليصبح بعد ذلك cantautore، يعني مؤلف اغاني، اللي هو قلنا ايه بقى، بيالف اللحن والكلمات وبيغنيها. دي جراند سوتشيسو، اللي هو ايه سكسسفول يعني، او ناجح جدا. ناي سواي اولتيمي ديسكي، في السي ديز الاخيره بتاعته عمل ايه؟ سونو ايفيدنتي، ايفيدنت يعني واضح، بيكون واضحين التاثيرات بتاعه الموسيقى الاثنيكا. وانا برده ما اعرفش ايه الموسيقى الاثنيكا دي، بالاضافه الى كويلا راب اللي هو الموسيقى الراب كمان، يعني هو كمان متاثر بالموسيقى الراب غير الايه اثنيكا دي. ونلاحظ هنا ان هو قال
quella, badal mei, ultenio oltre alla musica, rap, already alcune musica, fai dolla lea, e c'è il paint. Alcune sue canzoni note, diva suet e areni, menel, yani, mashurin, mafurien. بصوا انا عارفه ان الناس كتير جدا مش مهتمه تعرف الحاجات دي، انا والله العظيم شخصيا يعني مش مهتمه خالص، واكيد مش هفتكر اي حاجه من اللي انا بشرحها دلوقتي، بس الكلمات الجديده احفظوها و يعني و... اه وطريقه بقى الكتابه و... وعرض الموضوعات يعني، بالذات طلبه اللغات او اللي هيمتحنوا تشيلز، لان هيبقى مطلوب منكم ان انتوا تكتبوا، فاكتبوا زي ما هما بيكتبوا. لوتشيانو ليغابوي ايه è l'altro grande idolo della musica rock italiana, dalla voce bella e particolare e con canzoni ritmiche o melodiche, appassiona i suoi numerosissimi fans. Inoltre scrive romanzi ed è anche regista. Mi chiedo nell'acher che da regista, mukhrij, خلناه قبل كده بقى في الأغنية اللي كانت بتتكلم عن السينما. انوتري اللي هو رابط كده بالاضافه، بيكتب كمان رومانسي، رومانسي اللي هي روايات، وده مش معناها ان هي روايات رومانسيه عشان هي مكتوب رومانسي، لا روايات عامه. يعني هو ايه كده، حد يعني حد جامد في الموسيقى الروك، وبرده صوته حلو وبيعمل اغاني جامده جدا. اباسيونا اسوين ميوزي فانز، اللي هو اباسيونا، اباسيونال اللي هو من كلمه باسيون اللي هو شغف، تمام، كل يثير الشغف الفانز بتوعه. نومي يعني نوميرو زيسيمي اللي هو نوميروز، نوميروزو، نوميروزو يعني متعدد من كلمة نوميرو، نوميرو زيسيمي، حطينا الاسم هو عشان ايه، فاهمين، سوبرلاتيفو يعني اللي هو مولتو نوميروزو. لاورا باوزيني، ودي بقى اللي فعلا مشهورة، يعني كانوا بيسمعونا اغانيها في الكورسات علشان اتعلم اللغه، لانها بتتكلم بالراحه قوي وبتقدر تعيد نفس الكلام كتير. كنت فاكراهم ام كلثوم بتاعتهم، بس طلعت يعني فاهمين عايشه عادي وبتعمل اغاني جديده. ادي ديفنتاتا فاموزا اد ابينا 18 anni con la solitudine vincendo a Sanremo nella sezione nuove proposte. Ogni suo nuovo ed vende oh, da CD Ogni suo nuovo CD vende milioni di copie in tutto il mondo ed è particolarmente popolare in America, poiché canta anche in spagnolo e in inglese. Alcune sue canzoni note sono Strani amori, Uè e Ritorno da te, Resta in ascolto. Nel 2006 Laura Pausini ha vinto il prestigioso premio Grammy award يعني دي اللي هي بالانجلش، معرفش بقى اسمها ايه، جرامي مثلا. طيب ادي بنتاتا اصبحت مشهورة وقعد ابينا يعني بمجرد ما وصلت سن ال 18 سنة. ليه بقى؟ او بواسطة انهي اغنية اسمها سوليتودينا، سوليتودينا دي ترجمتها الوحدة، بس الاغنية اسمها كده فما بتترجمش. فينشندو يعني فازت، ده اللي هو فيربو فينشري في الجيرونديو، بس ماخدناهوش. فازت في سان ريمو نيلا سيزيوني في السكشن بتاع او في القسم بتاع نوافي بروبوستي، ترجمتها الحرفيه اقتراحات جديده، مش فاهمه، ممكن مثلا اللي هو الشباب الجديد مثلا، مش عارفه. اني سو نوافو سي دي يعني بيبيع بقى، كل ما تطلع سي دي بيبيع ملايين النسخ في كل العالم، وخاصه في امريكا لان هي بوبولار هناك، هي مشهوره او ذات شعبيه. poiché canta anche in spagnolo e inglese، لانها كمان يعني بالاضافه الى ان هي بتغني بالاسباني وبالانجليزي. alcune sue canzoni دي بقى شويه اغانيها اللي هي معروفه ليها. وفي 2006 عملت ايه، افينتو، كسبت او فازت بيه البرستيجوزو، برستيجوزو من كلمه برستيج كده بنقولها بالعربي، اللي هي الجائزه الجامده جدا او ذات البرستيج العالي جدا، جرامي اوورد. دي بقى بريميو اللي هي جائزه، فاكرين زي بريميو مثلا نوبل او بريميو اوسكار. اندريا بوتشيلي، وده يمكن الوحيد اللي ممكن اكون مهتمه ان انا يعني اتكلم عنه، اهي الاغنيه كونتي بارتيرو، جامده جامده جامده.
il tenore non vedente è considerato una delle voci più belle sia della musica lirica che di quella leggera, con decine di milioni di dischi venduti nel mondo. Anche lui ha vinto a Sanremo con la canzone Con te partirò. Tenore انا صوتك كده قوي بس هو تقريبا عصفور الكلامي، تمام؟ هل انا هقوم اجيب الموبايل اتاكد؟ بصراحه لا، لان انا مستعجله جدا ومسجل الفيديو. فانتوا بقى ايه يعني صرفوا نفسكم. ايه كونسيدوراتو بيعتبر una delle voci، واحد من الاصوات الاجمل sia della musica lirica che di quella leggera، يعني سواء الموسيقى اللي هي بتنتمي للنوع الليريكا او اللي هي الحاجه اللايت. كون ديتشينه عشرات الملايين من السيديز المباعة حول العالم أو في العالم. أنكي لوي على فكرة هو كمان فاز بجائزة السان ريمو عن الأغنية بتاعته اللي هي اسمها إيه، كونتي بارتينو، يعني بصراحة يستاهل. حلال عنك. إيه الفيستيفال ديلا كانسوني إيطاليانا دي سان ريمو؟ هيكلمنا بقى عن الفيستيفال اللي هو عمال كل شوية يقول لنا ده فاز ده فاز، أفينتو أفينتو. إيه بقى الفيستيفال ده؟ سي سفولجي دال 1951، يعني يعقد أو بيحدث أو بيتعمل من سنة 1951. سول سو بالكوشينيكو أنو كانتاتو كوازي توتي إي بيو إمبورتانتي أرتيستي إيطالياني. بالكوشينيكو دي اللي هو زي المسرح أو المكان اللي بيقف المغني فيه، من المنبر بتاعه ده غنوا كوازي توتي بيو، يعني يعتبر كل المغنيين أو كل الفنانين الإيطاليين المهمين. ما عم كيف فاموزي كانتانتي سترانيري وكمان يعني أجانب مش بس إيطاليين. نيلي أولتيمي عني الفيستيفال سيات ترسفورماتو إن أونو سبيتاكولاري شو تلفزيفو كي دورا 5 سراتي إي أولتري أي بيك بريميا بريميا؟ ما أعرفش إيه بريميا دي. أنكي لي نوفي بروبوستي ديلا موزيكا إيطاليانا. طيب يعني بقى هو في السنوات الأخيرة الفيستيفال ده اتحول سي ترانسفورماتو من ترانسفورمارسي، تحول الى شو تلفزيفو، يعني فاهمين عرض بس بيتحول بقى لان هو بقى في التلفزيون، اللي بيستمر من دوراري 5 امسيات سيراتي، وبالاضافه دي حاجه اسمها البيج انا مش عارفه بريميا، ما اعرفش اللي انا عارفه بريميو جايزه. عنده كمان اللي هي برضه نوفي بروبوستي دي لا موزيكا ايطاليانا زي اللي ايه لورا بوزيني اخدتها وهي 18 سنه. في هنا شويه اسئله هتحلوها، وفي هنا واحد اخير كده. altri cantautori e cantanti molto apprezzati all'estero sono ريكاردو كوتشانتي و جيجي داليسيو، يعني دول برضه مهمين. هو جابهم كده بدل ما يتكلم عن كل واحد فيهم شويه. grande esponente della musica napoletana moderna da يعني جيجي esponente ده ولد ولا بنت؟ معرفش. جيجي داليسيو ده يعني مسؤول عن الموسيقى النابوليتانا. عندنا نيك، عندنا تيتشينو فيرو، عندنا جورجا ولوكا كاربوني ومانجو اي تانتي التري والكثير الاخرين. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هقوم اجيب الموبايل ونسمع اسكولتو عشان ابقى خلاص اديت رسالتي في الحياة. بص كده داتا عندها الاوتو بايوتاسيوني عارفه ما بتحلوش، ده بديهيات بقى اصلا يعني. هنا بقى ده اوتو بايوتاسيوني. ايه بقى جنراله؟ اخيرا فينال من شايفين جنراله على كله. quanto ricordate di quello che avete imparato in progetto italiano 1؟ فيعني بجد اللي وصل معايا لهذه المرحله من اول فيديو يعني سي برافيستيمو سي برافيستيما. ممكن نحل ده بقى مش عارفه. بصوا ده الابندكس جراماتيكالي وشكرا كده الكتاب خلص. فيعني عايزاكم تعيشوا اللحظه معايا وتفخروا بانجازكم، بس يعني ما تنسوش ان احنا لسه هنسمع اسكت. زي ما قلت لكم فاضل لكم في ذمتي في البلاي ليست دي 3 فيديوهات وكمان فيديو كبير قوي 4 ساعات هنعمل فيه التوتا لا جراماتيكا ايطاليانا لليفلو ايه ادوي زي ما عملنا واحد للاونو. اوعدكم ان شاء الله كل ما نخلص ليفلو هعمل لكم فيديو ال4 ساعات ده، حتى لو انتم بتشوفوه دلوقتي هيبقى مرجع ليكم ايه للعادي يعني فاهمين. لما تخلصوا بيه دوي هتبقوا عايزين بقى فيديو شامل وكامل كده، ترجعوا بقى تشكروني ان انا عملت الفيديوهات دي. بس كده، ونقعد بقى نعيش بقى في بروجيتو ايطاليانو دوي ونعمل تدريبات وبقى بعدين نبقى نشوف بقى ايه هنكمل حياتنا ازاي. طيب يلا نوقف كده على ما اجيب الموبايل ونسمع ايه الاسباب.
Unità 11. Quaderno degli esercizi. Ascolto. Ma come fai ad ascoltare queste canzoni? Sembra musica della giungla. Vabbè, papà, ti prego, non cominciare. È solo un CD di giovanotti, musica rap con influenze etniche. Ecco, vedi, ai miei tempi. Quella sì che era musica. Italiana al 100%. Italo-americana, vuoi dire? Come italo-americana? Il cielo in una stanza di Gino Paoli, per esempio. Oppure questo piccolo grande amore di Baglioni. Non sono italiane? Sì, però Paoli cantava anche Sapore di sale, che secondo me sembra una canzone americana di quel periodo. Per non parlare delle prime canzoni di Celentano, di Morandi. Non mi dire che non ti piace Un ginocchio da te di Morandi. Oppure Il ragazzo della via Gluck di Celentano. E poi canzoni come Anna e Penso a te di Battisti. O, che ne so, Piazza Grande, L'anno che verrà di Dalla, o le canzoni di Mina, di Venditti, di Patti Pravo. Sì, ma sono tutte canzoni lente, tristi, dai. Ma scusami, per te la musica è solo quella veloce, da discoteca? I testi non contano? Certo che contano, ma anche i cantanti di oggi dicono cose belle. Magari lo fanno in modo diverso, meno sentimentale. Prova ad ascoltare Vita spericolata di Vasco o le canzoni degli Articolo 31. Vabbè, forse hai ragione. In fondo, de gustibus non est disputando. Ciao! طيب احنا كده اخيرا مش عايزه اقول لكم يعني فرحتي واحنا الاسكولتو خلاص كده بتاع الكتاب كله. طيب هما هنا اب وابنه يعني الابن قاعد بيسمع الموسيقى الراب في امان الله فبابا دخل عليه قال له دي موسيقى ده الجونجلا يعني اللي فهمته ان هي زي ايه بيتقال عليها ايه تورية تشبيه يعني اللي هو انت قاعد في غابة اللي هو القرف اللي انت بتسمعه ده يعني وكأنه المهرجان بتاعتنا دلوقتي فبيقول له بقى امال انت يعني كنت بتحب تسمع ايه الاغاني القديمه اللي هي الوحشه بتاعتكم دي بتاعت زمان فبيقول ايه بقى لا ده اغاني بتاعت مين ومين واغنيه ايه بتاعت مين اللي كانت 100% ايطالي او ايطاليه 100% بتعبر عننا يعني فابنه هيقول له لا ايطالو امريكانا يعني نص ايطاليه ونص امريكيه فيقول له ايه ده انت مش بتعجبك دي كذا لا ما ده كان بيغني بكذا فيقول له لا بس هو كان بيتكلم عن المعرفش ايه فكان بيتكلم شويه ايه او تبدو لي ان هي امريكيه شوية شوية هيقعد برضو يسرد له قائمة أغاني كده الأب يعني قائمة أغاني قديمة وبعدين هو الابن هيقول له إن هم كلهم حزينين أو تريستا كلهم يعني إيه كئيبين فالتاني بقى هيقعد يقول له الأب يعني هيقعد يقول له أنت كل اللي يهمك كله في كونتا كونتا اللي هو إيه كل اللي أنت بتعمله حساب أو اللي يهمك أو اللي يفرق معاك إن هي تكون الأغنية يعني إيه فيلوتشي سريعة وكده مش مهم التستي مش مهم الكلمات فيقول له لأ طبعا التستي مهمة وحتى دلوقتي الفنانين بتوع دلوقتي بيكتبوا كلمات حلوة بس إيه بوكو سنتيمنتالي المشاعر فيها أقل شوية وجرب تسمع أغنية مش عارفة إيه كده هتعجبك فيقول له ماشي يمكن معاك حق وقال كلمتين في الآخر كده ما مثلا ما فهمتهمش يعني واضح إنها حاجة قديمة من التراث يعني بس كده. Basta che da, basta che abbiamo finito il libro Progetto Italiano 1. Basta che da. Ciao, arrivederci.